سلام لا فامي، جمعة مباركة، ونتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ميزات بيم ديال نهار الجمعة 3 ماي، العروض راه وطنية في جميع محلات بيم. اليوم جايبين عروض صراحة زوينين، غادي نبدا معكم بهاد الانستومبل هذا ديال الطبيصلات، هادو ديال الزاج وفيهم ديك الزواقة كما كتشوفوا في الجناب الطوغي، صراحة هادو واعرين عجبوني. هادو راه مرة تيجيبهم بيم، كما كتشوفوا كاين هاد الطبيصيل هذا صغير وكاين مكبر منه وكاين واحد البول. بالنسبه لهاد الطبيصيل هذا الصغير راه دايرين ليه 18 درهم. بالنسبه لهاد البول كما كتشوفوا، شوفوا الديزاين ديالو صراحه عجبني، فيه داك الضوغي في الجناب. بالنسبه لهادي الثمن ديالها راه 12 درهم. بالنسبه للطبيصيل الكبير راه تيدير 40 درهم. جابوا اليوم بيم هاد المقله هادي ديال بايلا كما كتشوفوا. البنات اللي مجربينها يخليو لنا في التعاليق باش نستافدوا كاملين. اي حاجه جربتوها من بيم خليوها لنا في التعاليق. بالنسبه لهاد المقله راه فيها 40 سنتيمتر، الثمن راه كدير 140 درهم. وكاين هاد الخلاط الكهربائي هذا راه ديال دوتشمان، فيه 1000 ديال الواط، كتجي معاه ديك الطحانه ديال العطريه. بالنسبه للثمن راه كيدير 230 درهم. بالنسبه لهاد القريعه هذه ديال الزاج كما كتشوفوا عندها هذيك الغلاقه ديال الخشب ديال البامبو، هادي ديري فيها القطاني. بالنسبه لهاد الكبيره راه ديري ليها 30 درهم، وهادي الصغيره ديالها هادي الثمن ديري لها 20 درهم، ديري فيها مكسرات. كاينين هاد الكويسات هادو ديال الزاج ديال الوليدات الصغار، جايبينهم في 3 ديال الديزاين. بالنسبه للثمن ديالهم راه داير 6 دراهم الواحد. اللي كيشوف البنات قناتي اول مره ما ينساش يدير واحد الاشتراك باش يوصل كل جديد. بالنسبه لهذه القرعه هذه كما كتشوفوا حتى هي ديما كيجيبها بيم، هذه القرعه الزجاجيه حتى هي دير فيها القطاني لي بات، الثمن ديالها 22 درهم. تقدري تحطيها بحال هكا، تقدري تحطيها مسطحه. وبالنسبه للجديد راه جاب هاد الزرابي هادو اللي تيكونوا في الكولوار. بالنسبه للعرض ديالها راه فيها 80 سنتيمتر والطول 300 سنتيمتر، 6 متر في الطول. كاينين هاد القريعات هادو حتى هما بالنسبه للوليدات كدير فيهم الحليب، هادو راه تيجيو بلا باي ديالهم، تاهما جايبينهم الغطا ديالهم في اللوينات. بالنسبه لهادو تاهما داير ليهم 6 دراهم الوحده. بالنسبه لهادو هاد العلب هادو كتديري فيهم كلينيكس مناديل ورقيه، صراحه الديكور ديالهم زوين غزال. راه جايبين جوج ديال الاشكال. بالنسبه لهادي الثمن ديالها راه داير لها 60 درهم. كاينه هاد القرعه هادي كتجي مع داك الكاس ديالها، حتى هي جايبينها في الغطاء ديال هذاك، جايبين فيها 3 ديال اللوينات. كتهز ايترونس، بالنسبه للثمن راه داير لها 18 درهم.
بالنسبه لهذه، هذه اللي كتجي في اللون الفضي، هذه راه علبه كنديروا فيها الكلينكس لداخل. شوفوا الشكل ديالها صراحه زوينه، الثمن ديالها 60 درهم. جايبين جوج ديال الاشكال، كاين هذا اللون الفضي وكان داك اللون اللي وريتكم قبل داك بحال الصومو، راه ديال الزاج. بالنسبه للعروض السابقه غادي نبارطاجي معكم هاد البواطه هذه ديال الطوست، الثمن راه ديري لها 18 درهم. هكا تجي في اللوينات، كاين هاد اللون البيج، كاين الاحمر وكاين الكري. بالنسبه لهاد لي سانتر، هادو ديال العود كما كتشوفوا، هاد العلاقات راه 6، بالنسبه للثمن ديال لهم 50 درهم. ما تنساوش ليا البنات اللايك. بالنسبه لهاد البواطات هادو ديال الزاج، كانوا جابوهم الجمعه اللي فاتت، كاينه الصغيره وكاينه الميان وكاينه الكبيره. بالنسبه للصغيره راه ديري لها 25 درهم، والمتوسطة 30 درهم، والكبيرة 40 درهم. الغطاء ديالهم راه ديال بلاستيك. هنا نشوف العرض اللي دايرين في الزيت. بالنسبة للزيت 5 إترو ديال الراوية كما كتشوفوا راه ديري لها 82.90 درهم. وبالنسبة لجوج إترو راه ديري لها 33 درهم. بالنسبه للزيت البلديه، كاينه هذه ديال المعصره، قرعه فيها إترو. بالنسبه للثمن راه دايره لها 89.90 درهم. وكاينه هذه ديال النور، هذه حتى هي إترو، بالنسبه للثمن راه دايره لها 86 درهم. كاين هاد لادوسيسون، كاين فداك في الموف، وكاين الشيبي ديال البيلي، بالنسبه للثمن راه داير لي 17.90 درهم. وبالنسبه للمواد التنظيف، كاين هذا الصراحه واعر، هاد اسبيغوكس راه تيز 1000 مليلتر، هذا زوين بالنسبه للافابو والطواليطات، متعدد الاستعمالات. بالنسبه للثمن راه ديري 25 درهم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش ليا واحد اللايك وشي تعليق محفز، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.